رحمك الله يا شهيد الله، رحمك الله يا لطيف، رحمك الله يا لطيف، وأسكنك فسيح جناتي الرحمة والخلود، الرحمة والخلود. تشييع الشهيد لطيف، شارك المنشور. تشييع الشهيد لطيف، شارك المنشور. رحمك الله يا لطيف، رحمك الله يا لطيف. شباب شارك المنشور، شارك المنشور. تشييع لطيف في ساعة التعرير. الرحمة والخلود، الرحمة والخلود لجميع الشهداء. رحمك الله يا لطيف، الرحمة والخلود. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشهيد لطيف، الشاب الذي كان يحمل العلم العراقي وسقط أثناء تأدية رفعه للعلم. الله طيب، الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. في البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 10727، والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اليوم اتهم متظاهرو ساحة التحرير في بغداد، اتهموا ميليشيات إيران بممارسة القمع الممنهج بحقهم، وقالوا بأنهم يهدفون إلى إخماد ثورة تشرين الرامية لإسقاط النظام. حملوا في الوقت ذاته رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية الاعتداءات والانتهاكات التي تطالهم. المتظاهرون أكدوا بأن تلك الميليشيات قامت بحرق خيم المعتصمين والاعتداء عليهم بإطلاق الرصاص والضرب، مشيرين إلى أن دخول عناصر الميليشيات إلى ساحة التحرير تم بالاتفاق والتعاون مع القوات الحكومية الموجودة هناك. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. طلعنا على مود الخطف الميليشيات والأحزاب، وبعلم الحكومة وبعلم الضباط والسيطرات قاعد يخطفون من عندنا. رجعنا المغرب هم سلميين، كانوا مختليهم مين بالفرع الأول مال البتاوين، مختلين الميليشيات الإيرانية البارحة الكتلة و11 واحد من عندنا كلها ميليشيات إيرانية وبعلم ضباط عراقيين. اعتدوا على المتظاهرين وورا شوية ما نحس إلا صار الرصاص الحي علينا والرمي والاشتباكات، ووقعوا من عندنا 3 شهداء وعشرات الجرحى البارحة. زين شنو ذنبه اللي جاي طالب بحقه تقمعونه؟ انت يا حكومة الكاظمي، الكاظمي اللي تقول انا ويا الشعب، وينك انت؟ يعني انت هسه ثبتت للشعب بانه انت كل شيء ماكو، حالك حال غيرك. ولا تقول انا ما عندي خبر باللي جاي يصير، مستحيل، لان انت رئيس وزراء وانت تتحمل مسؤولية كل شيء. البارحة حقا انت ما صدقنا اللي صار هنا، قاعدين هنا بالليل وهجموا علينا الشغب بالدونكيات والتواثي، حتى حرقوا خيم هنا بحديقة الأمة، وحتى بالرصاص الحي تعرضوا علينا بكل شيء. احنا شنو ذنبنا يعني؟ جاي نطالب بحقوقنا. نعم، هذه الشهادات من قبل متظاهري ساحة التحرير في العاصمة بغداد. طبعا ساحة الفردوس كذلك وسط العاصمة بغداد اليوم شهدت مسيرة حاشدة باتجاه ساحة التحرير للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين والقصاص منهم. المشاركون في المسيرة حملوا صور الشهداء الذين سقطوا في الهجوم الذي شنته القوات الحكومية والميليشيات على متظاهري ساحة التحرير مساء يوم الاثنين، فضلا عن صور عدد من الناشطين المغيبين والذين تم اغتيالهم في المحافظات المنتفضة، بينما أكدوا على ضرورة وقف القمع الحكومي والميليشياوي وحصر السلاح بيد الدولة. خلونا نشوف جانب من هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد.
رئيس الوزراء الحالي يقول أننا سوف نجمع السلاح بيد الدولة فقط، ولكن عمليا ما زال منتشر، فهذا السلاح يقتل، هذا السلاح يختطف، يجعل من الناشطين والمثقفين في حالة من الخوف، في حالة من احتمالات الاختطاف، احتمالات القتل، احتمالات الضغط بأشكال مختلفة. لا محاكمة، لا قضاء، لا أحد كشف إن الجيل اللي قتلت شبابنا شباب تشرين ولا اللي اختطفوا، المختطفين وين؟ مازن وين؟ توفيق وين؟ علي جاسم وين؟ منو اللي اختطفه؟ منو اللي أخذه؟ منو الجهة؟ أنت طيبنا وعد لكن ماكو لحد الآن. أضافة إلى المرحة قتلت الشباب، قتلت ساحة التحرير. أولا خدمات ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، تعليم ماكو، صحة ماكو. وباء كورونا انتشرت قتلت المئات من العراقيين، أثبت أنه صحة فاشلة. 17 سنة إن استلمتوها من 2003 لحد الآن ما شفنا أي خدمات، مجرد سرقة أموال، مليارات الأموال انسرقت وراحت خارج العراق. اليوم تتجسد مطالبنا بشكل واضح وصريح بعد الاعتداءات السافرة يوم أمس واقتحام ساحة التحرير من قبل قوات الشغب لقمع المتظاهرين، وتسببت باستشهاد عدد من المتظاهرين وعشرات الجرحى. وكعراقيين نرفض بشدة هذه الأساليب، ويجب أن يتوقف القمع والقتل فورا ضد المنتفضين السلميين، وإلا سيكون التصعيد سلميا وواضحا. وهذه الوقفة هي تعبير عن مطالبنا الصريحة للحكومة المؤقتة التي أتت بوقفتنا من اعتبارا من 1 تشرين 2019. معنا اتصال حيدر من ديالة، تفضل حيدر. حيدر، حيدر تسمعني؟ حيدر، انقطع الاتصال مع حيدر من ديالة. طبعا في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية كذلك وقفة احتجاجية طالب فيها المتظاهرون بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين وتقديمهم إلى المحاكمة ومحاربة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، فضلا عن وقف استنزاف ثروات العراق المنهوبة. خلونا نشوف جانب من تظاهرات مدينة الديوانية في محافظة القادسية. طبعا من أهم المطالب هي كشف قتلة المتظاهرين الأبطال اللي استشهدوا في ثورة أكتوبر، وأيضا محاربة الفاسدين المفسدين اللي وصلوا البلد للحضيض، ومعرفة أين ذهبت ثرواتهم واسترجاعها لخزينة الدولة. والنقطة الثالثة والمهمة هي اختيار الكفاءات والطاقات الحقيقية لهذا البلد من أجل قيادة البلد في المرحلة القادمة. أعتقد هذه المطالب، وأيضا تغيير بعض فقرات الدستور اللي حقيقة جعلت البلد غير متوازن. والنقطة الأخيرة هي إلغاء الحلقات الزائدة الغير مهمة التي استنزفت ثروات البلد. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. دام فضلك أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله، يا أهلا بك. يا شاء الله، تحية لك وتحية القناة، تحية الكادر، تحية الشعب العراقي. الله يخليك. ونعزي شعبنا العراقي الثوار تشرين، ونعزي الشعب العراقي ورحم الله شهداء العراق أستاذ. الله يسلمك. بالنسبة لما يجري بالعراق، هو لا اختلاف بين لم يتغير شيء، الجرائم هي زادت اكثر من، لانه الحاكم وليس الكاظم وليس عادل عبد المهدي، هو الحاكم والخامنئي وميليشيات وبيران، خصوصا بعد زياره ما يسمى برئيس الوزراء، هذه الزياره الذليل التي اتى قدام الخامنئي ذليلا واتى بعلم ليقتل الشعب العراقي. فعلى الشعب العراقي أن يواصل ثورته، لا حل مع الشعب العراقي إلا بسقوط هذا النظام. مطالب كهرباء، ما كهرباء لم تأتي، هذا نظام فاسد لا يمكن إصلاحه ولا يمكن يصلح للشعب العراقي. لا حل مع الشعب العراقي إلا بثورة وإسقاط هذا النظام ومحاسبتها وتحييلك. حياك الله أبو فيصل من السعودية كان معنا. حيدر من ديالة يعاود الاتصال، تفضل حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ترحب بك ربنا الدرس. حياك الله، تفضل. أستاذ محمد، هي 100% والله العظيم ثق بالله، وراها هاي شغلات كلها إيران.
بال 2014 احنا مناطق كنا مركز الانتخابات حطينا جو الحكي نفسهم حطينا شكل قال ليش تسوون هاي وراها هاي ايران ايران ما ادري خير لنا نعم شنو اللي اختلف حيدر شنو اللي اختلف على اساس اجى مصطفى الكاظمي وتعهد بالتحقيق بمقتل شهداء تشرين اللي وصل عددهم تقريبا 800 وتعهد باطلاق سراح المختطفين من الناشطين زين احنا اليوم قاموا رجعوا آلة القتل رجعت بقتل المتظاهرين وحرق الخيم وين دور رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي؟ أستاذ محمد نعم مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية إيران تحكم العراق احنا تمنا داعش عشر نفر بديالة ساعة كثير اعتقلوا نعم أنا أشكرك حيدر من ديالة كان معنا أم مريم من الفلوجة تفضلي أم مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ عمر أهلا وسهلا بيك يا أهلا بيك أستاذ عمر نطالب العفو العام يعني أيوه نعم نطالب بالعفو العام يعني حتى عيد الأضحى المبارك يعني المفروض يكون فيه عفو عام يعني هم يقبلونها يعني يقبلونها على انفسهم يعني والله الكاظمي الحلبوسي يعني شو ساكتين عنها الشعب هذا كله يعني ما يشوف هاي الامهات الزوجات الاطفال يعني حسب الله ونعم الوكيل يعني انا نطالب بالعفو العام نعم وتبييض السجون ليش هم يسوون عفو عام ويصبوها ليش هاي أبرياء يعني حرام عليهم يعني حرام عليهم حسب الله ونعم الوكيل عليهم يعني الأمهات تتحسب عليهم والزوجات تتحسبن عليهم ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله وشكرا ونعم بالله شكرا أم مريم من الفلوجة كانت معنا طبعا وزارة الداخلية في حكومة مصطفى الكاظمي أعلنت ما سمتها نتائج التحقيق بشأن ما حدث في ساحة التحرير في العاصمة بغداد والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المتظاهرين طبعا بررت استخدام القوة بذريعة وجود مجموعات إجرامية كما سمتها خطرة تسعى لصنع الفوضى طبعا تقارير حقوقية أكدت بأن حكومة الكاظمي تكرر نفس مسلسل العنف ضد المتظاهرين السلميين يعني هذه البيانات وهذه لجان التحقيق بعد ما تأكل وتشرب مع الناس يعني أنت اليوم تجي تذبح وتطلق الرصاص والكاميرات تصور وتحرق خيم وتعتقل وبعدين تقول لك والله أكو مجموعات خطرة أو مجموعات إرهابية أو مجموعات إجرامية هذا بعد ما يأكل ويشرب مع الناس لم يتغير شيء عن عادل عبد المهدي سياسة حكومة عادل عبد المهدي تجاه المتظاهرين اللي كان يدعي ويقول بأننا نتبع مع المتظاهرين يعني سياسة أبوية والسياسة الأبوية أدت إلى نحو 800 شهيد وأكثر من 30,000 جريح 6,000 منهم تقريبا أصبحوا من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الإعاقة التي سببتها رصاص الحكومة ورصاص الميليشيات جاءنا مصطفى الكاظمي ومع الأسف هناك من طبل له وقال بأنه جاء هذا وراح ينتشل الحكومة ويضع العراق على السكة الصحيحة وما أعرف يعني كأنه مصطفى الكاظمي إجا من غير منظومة سياسية إجا من غير مكان حتى يصح هذه الأمور هذه الميليشيات اللي قتلت والأحزاب اللي شاركت
بقتل وقمع وتسقيط وتشهير المتظاهرين هم نفسهم جابوا مصطفى الكاظمي. وده نشوف احنا من استلم مصطفى الكاظمي لغاية الآن لم يتوقف، لم تتوقف الهجمات، لم يتوقف القتل، حرق الخيم مستمرة، وضع البلد من سيء إلى أسوأ على في كافة القطاعات الصحية والكهرباء والخدمات وغيرها، آلة الفساد مستمرة بنهب ثروات العراق وأموال العراق. راح يقول لك لا مو إحنا لازم نعطيه فرصة. زين هل يعقل أنه أنا أعطيه فرصة وثاني يوم يقتل الناس؟ بالله خلينا نقول مثلا الكهرباء ممكن واحد يعطيه، أو الخدمات ممكن، ممكن طبعا هل ممكن من 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 رأي مؤيدين مصطفى الكاظمي، أما أغلبية العراقيين يقول لك ما معقولة أنه 17 سنة ما سوى شيء راح يقدر يسوي هذا الرجل شيء. زين هل يعقل أنه أنت هذا الرجل على أساس إجى حتى يحقق بمقتل مئات الشهداء وآلاف الجرحى وعشرات المختطفين والمغيبين يجي اليوم نفس السياسة؟ ما معقولة. إذن منظومة واحدة والسياسة واحدة، لكن الاختلاف في الوجوه وفي الأسماء. معنا اتصال وليد من الفلوجة، تفضل وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بقول لك استاذ، احنا بس على مود احنا اهل شهداء او الشهداء والجرحى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اسمعك عيني، تفضل. لا فضلك استاذ، بس احنا اهل الشهداء والجرحى محافظه الانبار، احنا وقفوا رواتبنا قبل 6 اشهر. نعم. حجج واهيه، حجج تزوير وكذا، 4580 معامله تقريبا او هي تقاعديه. نعم. فاحنا نطالب حقوقنا، احنا من ننجى. نعم. الو اسمعك اخي وليد، استمر، قل لي على راسي. صار لكم ايش قد انتم ماشي؟ شنو السبب توقيف رواتبنا؟ يعني احنا من انطينا شهداء، يعني انا شهيد، يعني نعم. انا هسه انا عندي شهيد، وبنفس الوقت انا هسه شهيد، انا قاعد احكي وياك انا هسه شهيد. شهيد انا كل شهرين اشوف 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 اطفالي، كل شهرين اشوف اطفالي، راتبي قطعوه، متجه هسه انا قاعد اشتغل حراسه ليليه نهاريه مستمر. كل شهرين انزل البيت اشوف جهالي. 250 الف دينار انا هم اعتبر شهيد، انا ولدي ما يشوفوني، جهالي ما يشوفوني. طالب برواتبنا، نريد رواتبنا، رجعوا لنا رواتبنا. تمام وليد، اذا تسمح لي، اذا تسمح لي، انتم عندكم شهيد تمام؟ اي صار لكم ايش قد تستلمون عليه راتب؟ من كم سنه يعني؟ 9 اشهر. 9 اشهر بدا ال شهر 9/2019 نعم اول راتب اللي استلمناه. ايش وقت هو استشهد؟ الشهر الخامس 2020 وقفوا الرواتب. ايش وقت استشهد هو؟ 2006. 2006 2011 2006. اي شنو يعني؟ واللي استشهد والدتي. كان بالجيش بالشرطه وين كان؟ لا لا، والدتي قصف هاونات على القاعده العسكريه يمنا، وادت ضغوطها على قذائف هاون. نعم. وادت استشهاد. حسبوا لكم راتب وبعدين وقفوا. شو يقول لكم من وقفوه؟ حسب بحجج واهي، اكو تزوير، اكو كذا. زين اذا تزوير اني مستلم مستحقات كامله. نعم. اذا اكو دوله واكو قانون واكو رجال قانون صدق واكو شيوخ واكو وجهاء واكو علماء، احنا استلمنا حقوق. اذا احنا مدرين شلون الدوله منحدنا حقوقنا وشلون انطتنا وراتبنا وشلون وقعت على المعاملات مالتنا وشلون صارت المعاملات مالتنا ونطلع حقوق. نعم. اذا احنا مزورين هم اللي يتحاسبون عليه. نعم. واذا يقولون لا احنا الموضوع موضوع جدي وماكو اي شيء، ماكو اي خلاف، راتبنا يطلقون رواتبنا، نريد رواتبنا. نعم. الله يعينكم. قلت لي قلت لي عددكم ايش قد؟ 4000 ايش قد؟ احنا وعوائلنا متأملين. نعم. اضحى ماكو. رمضان يعني حتى اللقمة العيش ما نقدر نجيبها، إيجار ما نقدر ندفع، خط مولد ما نقدر عليه، وإحنا 4 عوائل. نعم. فنطالب من خلال قناتكم، إحنا نريد وصول صورتنا ونريد رواتبنا. الله. إحنا نريد رواتبنا، يعني صرفونا رواتب وصرفونا حقوق. نعم. بالمناسبة المعاملة مالتي أنا منطي بيها نص،
يعني واصله انا من 2011 2006 الجنطه مالتي فيديو مستمسكاتي فيديوهات بصراحه من 2006 ولحد 2019 وبالاخير انطيت رشوه عليها 25 مليون يلا مشت. اذا مطيت 25 مليون شنو بالتالي وقفت؟ ايش قد استلمت؟ مدير المؤسسه هي كلها حرامي. ايش قد الراتب كان؟ الراتب استاذ الراتب اسري، الراتب ب اسري يتقسم على خمس هويات. يعني هو مال شهيد اسري يتقسم على هويات، كل هويه 240 الف، يعني كل عائله لها 240، الكل 200 مليون و200 يمكن تقريبا، مليون و280. نعم. فتقسيم على الخمس هويات كل راتب 240 الف دينار. يعني انا عائلتي وعائله اخوي زين وليد قبل ما اختم معك نعم وليد قبل ما اختم معك لان اكو اتصالات انتم من راجعتوا الدائره المعنيه ايش قالوا لكم اخر شيء؟ ما يستقبلونا ما يقول يستقبلونا ما يستقبلون اجرانا احنا وما يراد مراجعه احنا زين احنا متاملين احنا صار اليوم ثلاث شهور هذا الشهر نعم. من الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن هذا راح نطبي نعم. ورواتبنا ما الله يعينكم والله يفرج عنكم وعن جميع العراقيين وليد من الفلوجة كان معنا أبو أسد من البصرة تفضل أبو أسد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك حياك الله أخي ممنوع موضوع المتظاهرين إن نعم. شاء الله الثورة مستمرة الانتفاضة مستمرة وإن شاء الله إحنا صامدين جميع المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط وبغداد وأنا أحيي المتظاهرين أهل الناصرية وأهل النجف وأهل كربلاء ووابل وأهل بغداد وأحييهم وأشد على أذرهم وإن شاء الله هذا تعبهم ما يروح سلاح إن شاء الله وبالنسبة للحكومة دولة إحنا حتى حكومة يقول لك يروح شرب أسود شرب أبيض شرب أسود دولة كلهم أصابة جايين من الخارج مصوم شعب العراقي بالدم ماله والله الشعب اذا ما يثور ثوره واحده ترى ما يشوف مشاريع هذول بياكلون جسدنا شويه شويه يعني هسه احنا انا هسه اليوم عايش بس باكر اموت عرفت شلون؟ ان شاء الله الشباب مال هالوقت مال هالثوره ان شاء الله منتصرين بعون الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وانا احيي لكم واحيي المتظاهرين واحيي الشرفاء العراقيين ضد دولة المتزقة إيران دولة متزقة إيران دولة جابتهم إيران ونصبتهم يقول لك إحنا قاومنا ونقاوم ما قاومتوا تجيت وراء الدبابة مو فوق الدبابة ما وراها أمريكا جابتكم إيران جابتكم نصبتكم نعم حتى سامع كلاب شفتوا شفتوا على الشعاب الله ما يقبل إن شاء الله يومهم معدودة إن شاء الله حيل الله وأنا أشكركم شكرا شكرا أبو أسد من البصرة كان معنا معنا اتصال شهد من الفلوجة تفضل شهد ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك أخوي أهلا وسهلا بيش أخوي إحنا ذوي الشهداء إحنا زوجات الشهداء من الفلوجة والأنبار نطالب محمد الحلبوسي يوقفنا إحنا بناته إحنا خواته يعني والله ما يصير أنا خمس سنوات بلا راتب مال الشهيد واني طالبه يعني الله ما يقبلها محمد الحلبوسي حاط بس الشوارع يزرع لنا ورد وها هي ترى ما يصير والله نعم احنا نطالبكم من قناتكم عيني نطلب من محمد الحلبوسي يوقف لنا نطلب من اي واحد مؤسس في الشهداء يباوع علينا يعني وين ما نروح تعالوا انطونا الحقوق كل المصروف يعني انا طلبوا علي 2 مليون حتى يطلعون راتب مالتي 50 ليش وانا شو احصل اذا انا انطي 50 مليون؟ شو اللي بالراتب انا؟ نعم فاحنا نطالب من عندكم عيني توقفونا والله ترى يعني احنا جماعه الفلوجه حيل تأذوا وهاي الاحداث مال داعش احنا اللي خسرنا ما حد خسر غيرنا يعني كل بيت اخذ منا 2 وثلاثه نعم زين اختي شهد يعني انتم كان عندكم راتب اكو في التعويض معين ما عندكم هو هذا التعويض مالتنا يجينا 50 مليون احنا شهداء جماعه 2017 2016 نعم كلهم يريدوهم يعني وين ما اروح محامي معقب يقول انطيني 50 مليون كلهم يلا امشي لك زين احنا بعد شنو لنا شنو يبقى لنا
لا حول ولا قوة. طالع عيني والله يعني مليانة، كل ما نروح ماكو أمل، 5 سنوات أنا قاعدة كل شيء ما مستلمة من الحكومة ربع. هذا حقي عيني وزوجي شهيد، ها وعلى فكرة استشهد شنو لأن يشتي في إيديه ويصلي. تني ببغداد حطاه وقتله، شنو ذنبه؟ داعش يشتي في إيديه ويصلي، هذا حكم؟ هاي حكومة؟ كل شيء ما شفنا من عندهم الله لا ينطيهم وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله على كل حال. أحسنتي. الله يحفظكم مسلم. شكرا أخويا شكرا. الله يخليك شكراً. الله يسلمك. الله يسلمك. شهد الفلوجة كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ام محمد من صلاح الدين، تفضلي ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذا من جد من صلاح الدين، انا في قناه الرافدين. نعم. انا من جد من صلاح الدين. اي تمام تفضلي. انا في صلاح الدين عندنا مريضه سيرين شاب. نعم. أجا مريضة سيرين شاب أحمد، مريضة عجلتنا وتوفونا اثنين، توفونا اثنين وغطى تحتاج التبرع بالمال زرع الكلى. أم محمد بس شوي على كيفش أم محمد، على كيفش حتى أفتهم عليش، وحدة وحدة أنا كل شيء ما أفتهمت ترى. أي ما أنا مستعجلت لأخذ اتصال. على كيفش شنو قضيتش تفضل. أنا شفت قناة الرافدين. نعم. عندنا مريضة شيرين شاب. عندكم مريضة؟ إي عجل كلوي. نعم. توفونا اثنين. وقفت علي على القتل. شوفة الكلية القتل. تحتاج جرع. تحتاج جرع كلية وأريد التبرع بالمعز الناس ابن الشرقية ما ترد منه. وناجدنا محافظ ما يرد لنا حالك وحالك وعبانة عالك تجين عائشة. نعم. ايش قد عمر المريض اللي عندكم؟ ايش قد عمره؟ ها؟ ايش قد عمره؟ عمره عشر سنوات طفلة سيرين. 10 سنوات؟ اي ولنا المدين طفل قتلنا على المدين طفل وتحولنا على صلاح الدين قتلنا له. نعم هسا انتم بيا مستشفى؟ هسا احنا مستشفى صلاح الدين. نعم. وودينا على دي عسكرية الصناعية يعني بيان قتلة 3 أسبوع. وناشتنا ما خلانا شيخنا أبو مازن ما يجاوبنا وحالك تعبانة عشان تجي لنا استلمنا على قليلة مع بعض. زين المحتاجين أنتوا المحتاجين شنو أم محمد؟ علاج زراعة شنو؟ المحتاجين ما تشوفنا اللي تبرعنا الخيرين على قناة الشرقية لا يا أخوي. هذا كذب. تنشر صوتنا ناس من الخيرين.
نعم. شنو المحتاجين؟ متبرع لو شنو؟ لا محتاجين بالمال، المال المال يعني الخيرين يتبرعون خلوهم من المستشفى يدفعون كله. الطبيب قال استعجل زوله. نعم المال اريد المال، التبرع بالمال. تسمعني علي؟ اسمعك اسمعك ام محمد. ايه الاثنان قلنا الخيرين على القنوات. نعم. نعم ان شاء الله الخيرين يسمعوك وما يقصرون ان شاء الله. ام محمد من صلاح الدين. نعم يا خير ابو نادتنا محافظنا ابو مازن ونادتنا عمار وما حد يجيب يستجيب لنا. نعم نعم أنا أشكرك أم محمد من صلاح الدين كانت معنا. معنا اتصال أم أحمد من بغداد. تفضلي أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك ويخليك. تفضلي. برنامجكم برنامج الشعب وبرنامج الحقيقة. الله يسلمك ويخليك. دائما يقدم المطالبات بالخدمات الناس يعني اللي تتصل، المطالبات بالعدالة الاجتماعية والحقوق والواجبات، المطالبات بالعفو عن السجناء والمعتقلين، وهسه أخيرا الأخت اللي تطالب من الحاجة المادية إذا مريض لأنه ما تستطيع أنه تقدم العلاج وتشتري حياته لأنه ما عندهم ماديا يعني الوضع الاقتصادي. فهاي المناشدات مستمرة وتطلع بعد أكثر معاناة في الشعب العراقي. ثاني أوجه شعبنا ماذا ينتظر؟ حكومة أصابة حاكمة متسلطة على الشعب العراقي ونهبة خيراته اللي من 2003 اللي راحوا والكاظمي واللي بعده. احنا ما نبقى نتحدث نفس المواضيع. نعم يجب أن نتطور، نحن ننقلب، نحن من نتخلص منهم. نعم. كنا نطالب بحقوقنا من مجرم سلبها من عندنا مجرم. الحكومة كلها مجرمة اللي من 2003 الآن وبعدهم ما نترجى من عندهم وما ننتظر من عندهم. يا عملاء خونا باعوا بلدهم، اعتبروا العراق ضيعة. نعم. قطعة أرض تابعة لإيران والمصالحهم ومن يتعاملون وياه. العراق يجب أن ينتفض، هو من يخلص نفسه، ما ننتظر احد. ايش ينتظرون العراقيين؟ نعم ام احمد شو تنظرين الى المطالب؟ الى اقدام كل مده اسوء. نعم. كل وقت دا يمر اسوء. نعم شلون شفتي الوضع اللي صار بساحل التحرير من هجوم القوات الحكوميه والميليشيات وقتلت يعني شباب بعمر الورود وجرحت وحرقت خيم؟ البارحه ما اتصلت لانه كنت منهاره. نعم ما اتصلت لان منهاره عليهم. دول شبابنا يعني مع احترام للعراقيين الشرفاء انا اعتبر المتظاهرين اللي بساحات التظاهر هم فقط الابطال العراقيين الشرفاء. يوجد عراقيين شرفاء وظروفهم وما نعرف شنو، لكن دول اللي فعلا بايتين بالخيم وبالساحات ليش ما حد يعني يوظف وياهم ويساعد؟ ليش ما يطلع الشعب؟ يعني المظاهرات اذا تطلع بالجنوب تحولت الى طلب خدمات وكهرباء. ما هي الكهرباء انت شو تحصل عليها اذا انت ما تروح تحررها من ايده اللي ماخذها منك؟ ايش تنتظرون من هذول المجرمين؟ يعني هذول المتظاهرين البارحه من يعني ليه شنو؟ ليش هو غير شكل؟ هو غير تفكيره ووضعيته غير احلى؟ ليش هو دا يحس بالمعاناه ودا يطلع ويريد يكسر هذا القيد والعراقيين احنا الباقيين قاعدين بس نتفرج وننتظر الحكومه تعطينا شيء تطلع السجناء وترجع الحقوق لاصحابها واللي معاملات ما تمشي واللي رواتب ماكو بكيفهم يروحون يراجعون وماكو رواتب يقطعوها. كل سوء وكل ذنب عظيم دا يرتكب بحقنا، لازم احنا نحرر نفسنا. هذا مو مثاليات دكتور عمر، لازم يعني لما ننتظر مثل ما ننتظروا العراقيين 2003 جابوا ايران وامريكا تحررهم من النظام السابق ودا ندفع ثمنه. نعم الناس والارض والجو والمياه وكل شيء بالعراق يستصرخ وتدمر. المن ننتظر احنا لازم نطلع
ونحرر بلدنا، متى 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 ينتفض العراق ويقول كلمته؟ نعم. استغرب على شعبنا اللي يتصلون ويريدون خدمات ومتأمنين ويترجون ويخاطبون الكاظمي والحلبوسي وغيره وغيره وغيره. احنا لازم بعد ما تغير، بس احنا قدامنا ما نقول سلاح وكفاح مسلح، لا نبقى على سلميتنا، بس نبقى منثور. الموظف خايف على راتبه بعد كم شهر ماكو راتب. نعم. الطالب يخاف على شهادته لتروح من عنده، يا علم يا وين هو هذا تدريس ايش؟ مناهج ايش؟ وينه؟ شنو المستقبل؟ وغيرها وغيرها. نطلع احنا نتعب هسه حتى نرتاح بعدين يا عراقيين؟ ليش هيك الوعي ماكو؟ للبعض يعني اللي ساكتين واللي مستسهلين واللي متشنين للاحزاب وللولاءات، تعبنا هذا. نعم. ارضنا هاي الارض اللي استباحوها، والارض عرض لها حوضه يا عراقيين، والله ينتقم منهم، ولا يصح الا الصحيح. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا ام احمد من بغداد. معنا اتصال ام خالد من الانبار، تفضلي ام خالد. هلا يا ابو عمر. اهلا وسهلا بيك، تفضلي. هلا يا ابو عمر، شلونك يا ابا؟ هلا بيك، الله يسلمك ويخليك. بعد عمري يحفظك الله يا ابا يا عمر. الله يسلمك. انا يسلمش. عندي بيت مسجون بالمطار. نعم. ولا كهرباء، جاي يموتون، لا كهرباء ولا ميه. يقولون جاي نعطينا كل بطلين ميه صحيه واحد ويشرب مي فاير واحد. نعم. لا عليهم مواجهة، دوم ما عندهم، ما يخلونا نودينا ما يدوم. وحالك بهم يا حالم، هذا ابني شايب كبير جاي يموت. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش قد معكم عليهم خالد؟ لا يخلونا نودي هدوم. نعم. عندي ملابس ما يخلونا نودي لهم. باكيت الجدار ب15,000. هسه ما يخالف، بس مي يا خيي، مي يا ابو يا عمر يا ابو، مي كهرباء ماكو، مي ماكو. والله يقول يومي هذا واحد يمه يقول يا جاي يموت ابنك، جاي يموت من العطش والموت. نعم. زين ام خالد، القاضي حكم، القاضي ايش قد حكم على ابنك؟ ها حكم 7 سنين، صار له 4 سنين. نعم. الله يفرج عنا ويفرج عن كل بريء. نسأل الله سبحانه وتعالى بس يودوا لهم مي معاد الريشي، بس مي مي يودوا لهم يا عمر يا ابا. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعينكم. انا اشكرك ام خالد من الانبار، كانت معنا. يعني وصل الحال المناشده انه توزيع مياه بارده على المساجين. هو السهم يقول لك واحد، هو احنا اللي برا السجن مي بارد ما عندنا. يعني مع الاسف وصل هذا الحال في العراق مع الجماعه، الاحزاب الحاكمه، الاحزاب الاسلاميه. نعم. معنا اتصال عطية من الموصل، تفضل عطية. أستاذي مرحبا أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك، حياك الله. شلونك أستاذ العزيز؟ الله يسلمك ويخليك، يا أهلا بك. أستاذ عمر، أنا متقاعد من دائرة الماء من نينوى. نعم. أخذت سلفة من أحد الشركات، أري أهلية شركة. نعم. شركة وهمية أهلية، مال قروض، مال فلوس، مضبوط بداخل الموصل. نعم. هذا شركة، طبعا شركة وهمية من الموصل وهزمة وعلى بغداد. نعم. راتبي يدفعون منه 650 شهريا. أنا سددت فوق الراتب 3.5 ملايين. نعم. وهسه أستاذ عمر جاني تبليغ ب 14,600,000 فوق 3.5 ملايين اللي سددت، يعني فوق الراتب، فوق السلفة اللي خذتها. يعني اعتبار 18,000,000 فايد حاطين. نعم. بس نص التلفزيون عطيه، نص التلفزيون. نعم استاذ. نصي لي يا الله يخليك. نصيت الله يخليك، الله يحفظك. تمام. هسه انت اخر شيء شنو اللي صار وياك استاذي؟ هسه احنا هذا الشركه، طبعا شركه وحده احد الاحزاب، وشركة من هزمة شارع فلسطين قاطع الصخرة ببغداد. هاي الشركة مال المقاولات؟ لا، شركة أهلية توزع قروض للمتقاعدين والموظفين. ها. استلمنا منهم قرض، يعني تقريبا حوالي 8 ملايين قرض. نعم. سددت 13,500,000 آني. نعم.
هسه جاني 14 مليون و600 يعني النوب يجون مني فوق 11 مليون شويه. انت ايش قد استلمت منهم قرض؟ 8 ملايين. ايش قد؟ 8 ملايين. 8 وسددت 13 مليون يعني 11 مليون و800 سددت. يعني اعطيت فائده 4 ملايين وشويه. خلوا علي فائده الاستاذ 18 مليون و600. تمام، انت دفعت ربا او فائده اكثر من 4 مليون فوق ال 8 مليون، تمام؟ نعم يعني. هسه يطالبوك بش قد النوب تدفع لازم؟ يطالبوني ب 14 مليون و600 سعر النوب. يعني شلون 14 اذا هي 8؟ يعني يطالبوك ب 14 عدا الاربعه اللي دفعتها؟ استاذ عدا الاربعه وبقبل علينا عياد الله الاضحى. انا نعم. اتصلت مع راعيه الشركه اسمها ام طه. ام الشركه اسمها ام طه. نعم. احد الاحجام. زين اخي العزيز يعني عطيه، اخي العزيز عطيه، شلون تاخذون نعم. انتم شلون تاخذون هيك مبلغ من شركه غير موثوقة غير معروفة وانت متقاعد ممكن يروح للبنك اذا ياخذ هاي، ثانيا انت شلون تاخذ قرض وبيربة؟ مو هذا ذنب عليك استاذ؟ بس خلينا نحكي بس. تفضل. احلفوا القران حتى وجيههم على القران ان ماكو بها لا ربا ولا فائدة. لا شلون انت تقول اني اخذت 8؟ ها بس ترجعن 8 لو ترجعن ايش قد استاذ عمر؟ خلينا نحكي بس. نعم. احلفت القران ان هي ام الشركه ان ما بيها اي ربا، مو بس انا، هذا احنا الافات يعني تقريبا 1400 واحد احنا. تمام. وبالموصل وتنقل من مكان لمكان، هسه اخر مكان انهزمت على تقاطع شارع فلسطين، تقاطع الصخره ببغداد. زين انت من رجعت لهم الثمانيه، انت مو تقول ما بيها ربا، انت ماخذ 8 رجعت 8 ملايين، تمام؟ من الجهة بس اسمح لي من الجهة اللي هددتك ضغطت عليك حتى تدفع الربا الزيادة الفائدة؟ نعم صحيح. انت من الجهة؟ بس ما قالوا لنا فيها فاهم منو؟ هذه الشركة باقت العالم بلسانها ومحلفين القرآن يعني عندهم قرآن علمي. ماذا تجاوبني على تساؤلي؟ نعم. ماذا تجاوبني؟ انت لا تقول بالبداية اخذنا القرض على اساس ماكو ربا ماكو فائدة. نعم ابوك الله يرحمه. تسدد 8 تاخذ 8 تدفع 8، تمام؟ نعم نعم طبعا. اوكي، انت من جد دفعت 8، اوكي ايه؟ وفيت 8. بعدين انت تقول انا دفعت 4 ملايين وشويه، من الجهه اللي قالت لك ادفع الفائده؟ جاوبني. نعم، التقاعد يقطعون من الماستر كارد، من التقاعد العامه يقطعون الراتب. ها يقطعون منك. من التقاعد العامه. تمام، اي هسه هيك وضح لي. اي هسه النوب الزياده اللي راح تدفعها، يعني انت من جيت وقعت، بس اسمح لي، انت من جيت وقعت على الورقه. وقعت نعم. على ورقة على إيصال أنا مستلم 8 ملايين وراح أوفي 8 ملايين، صح لو لا؟ لو ما وقعتوا الثاني وصلناها ووصلنا 3.5 على الراتب يقطعون، ونقول نجي على التقاعد بالموصل ليش؟ يقولون حاسبة، يقولون هذا الأمر من التقاعد العامة. تمام، من التقاعد العامة. أنا حتى ما أطول عليك وأخدمك لأن أكون متصلين. أنت هسه نعم. اليوم هاي الشركة المن تابعة؟ السادي تابع على احد الاحزاب. من الاحزاب؟ سميها، تعال ايش خايف؟ والله السادي يقولون الاحزاب الاحد المعرف، والله جماعه الاحزاب الشرقيين، يعني يقول لك انت ما تقول بالاسم، انت تعرف الاحزاب الغير مقبوله بالعراق. هي كلهم مسيطرين على البلد. على كل حال انا اشكرك عطيه، الامر واضح انه عمليه نصب واحتيال عن طريق حزب متنفذ في الدولة، ما ذكرت ان انت اسم الحزب اللي يملك هذه الشركة. بس احنا نرجع ونقول يا جماعة، يعني القاعدة القانونية تقول القانون لا يحمي المغفلين، مع احترامنا طبعا احنا ما بدنا نقول لكم على هذا الموضوع لا، وهذه العبارة بس.
انت اليوم تجي ما معقوله انه الشركه جايه والله دعت تصدق عليك تعطيك 8 ملايين ولا 10 ملايين تاخذها وتوفي نفسها وبعدين تتوقع على ورقه على بياض او ورقه ما ادري شلون وينقطع من عندك انت ماخذ 8 هسه انت راح توفيهم ضعف ضعف اخذت 8 راح تعطي فائده 8 ما معقوله يا اخي العزيز. ثانيا انت لازم تخلي في بالك شيء مهم جدا وهو الحلال والحرام. الحلال والحرام انت هنا اكلت ربا وهم اكلوا ربا هاي خليها ببالك. لازم تتاكد 100% ماكو بنك ماكو شركه تعطيك في سبيل الله قرض ماكو حشي. جوز اخوك يعطيك قرضه حسنه لمده معينه صديقك وترجع له اياها. بنك شركه تاخذ ربا ها لازم تعرفها. واني اشكرك. اكو اتصال محمد من هولندا تفضل اخي محمد. محمد اهلا وسهلا بك حياك الله يا اهلا بك الله يسلمك ويخليك تفضل. يعني احنا عمر مدخل يعني احنا مثل شهداء يعني هذا اللي انت خربطه من حقون خيام. نعم. يعني حق الخيام يجيبوا خيام جديده يعني. نعم يدل على جهودهم وتخبطهم وارتباكهم. زين الكاظمي يقول خلال 72 ساعة راح يعني يجيب قتلة يعني قتلوا متظاهرين. زين هو اللي قبلهم عن الشهيد أخ عمر. نعم. معناته إنه هذا هم تخبط معناته ما اعترف بها. يعني هو ما يسوي شيء يعني تعرف الشهداء وصار الدم العراقي رخيص يعني الشهداء راحوا كل العالم دا يشوف حتى قناتكم تبيع الصور والقتل وكل شيء موثق موجود والعالم يتفرج الدم بارد. فعلى طالبت وطالب حماية دولية يعني أنه هاي أصابات العمر قاعد تقتل وما الحكومة يعني الحكومة ما سوي شيء. هي الأصابات قاعد تحكم حزب الله والعصائب وإسرائيل وغيرها. نعم. الضحية الشعبي العراقي يعني تصور يمه هسه مواطن هولندي قال ليش يبعون شهداء متظاهرين موجودين في العراق وهاي الثورة قلت على مود الماء والكهرباء والأمان والشغل أمور حياته بسيطة في عمر يعني استغرب. نعم. يعني تقوم شهداء هاي الأمور بسيطة يعني حياتية قلت أي والله يعني بس شيء عجيب. فأنا ما أشوف إنه الكاظمي راح يسوي شيء. هو جزء من اللعبة الكاظمي طبعاً هي مسرحية ودليل إنه هو زار إيران طبعاً فهم كلهم حلفاء إيران فما كانوا حلوا لا ربط أخ عمر. وإحنا إن شاء الله الله ينصر المتظاهرين إن شاء الله والقادم إن شاء الله أفضل ويرحم شهداء. آمين. حياك الله أخي محمد أني أشكرك. محمد من هولندا كان معنا. طبعا أختم بتقرير لصحيفة لو فيغو الفرنسية التي أكدت بأن حكومة الكاظمي تحاول تكرار السيناريو القمعي لحكومة عبد المهدي التي مارست العنف وأسلوب القنص بحق المتظاهرين السلميين خلال الأشهر الأولى من ثورة تشرين الهادفة لإسقاط النظام. وأضافت الصحيفة في تقرير لها بأن القوات الحكومية والميليشيات أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين وأحرقت خيام المعتصمين في ساحل التحرير وسط بغداد بعد دقائق قليلة من احتجاجات سلمية طالبت بحقوق الثورة المشروعة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.